اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. ازيك يا كريم؟ ازيك يا اسلام؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله وخطفتك على طول. عدت على خير. الحمد لله. عدت. هنتكلم في كل هذه الامور. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. كويس؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. كريم هبدا بيك، وايه رايك في مباراه الاهلي والمريخ وفوز النادي الاهلي بالثلاثيه مقابل هدفين في ظل برضو حاله نسميها ايه من وجهه نظرك برضو؟ طبعا يعني مش عايز اخش الاول في الكلام الفني. احنا معانا النهارده حالات كتير هنتكلم عليها، واتمنى يا ريت الناس كلها يفتكروا الحلقه دي عشان برضو يعرفوا ان احنا هنا في قناه النادي الاهلي كل امورنا، كل واحد عنده وجهه نظر بيقولها بكامل حريته، مفيش عندنا مشكله. مش على طول الوقت بنقول ما الامور الايجابيه في الفريق، لا القناه بتسمح لنا ان احنا نقول كده ونقول كده والدنيا طبعاً. ده طبيعي اصل الوحش باين. لا اصل انا بقول كده ليه؟ عشان بنيجي في ايام تانية ندافع. في ايام امانه مثلا موسيماني بيعمل حاجات كويسه جدا، فالناس تطلع تقول لك ما هو طبيعي انتوا هتقولوا عن موسيماني هو كويس وبتاع عشان انتوا في قناه الاهلي. طب ماشي، اتفرج النهارده على الحلقه واسمع اللي احنا هنقوله عشان بعد كده تبقى بالنسبه لك ريفرنس لما تيجي تفكر ان اكيد الراجل برده بيشتغل والراجل عنده حاجات حلوه جدا، واكيد ساعات بيغلط، واكيد ساعات برده محتاج دعم. فالناس تعرف ان لعيبه كره القدم والرياضيين ما بيمشوش على تراك واحد طول الوقت. لكن اللي انا عايز اتكلم عليه في البدايه كابتن اسلام، طبعا اكيد كلنا ملاحظين حاجتين في الاونه الاخيره، منها في مباراه نقطه بصراحه ناس يعني كلموني كتير عليها، وهي الاعادات امبارح في المباراه. الاخراج انا اعتقد ان احنا لتاني مره بنواجه بعض المشاكل في اخراج المباريات، واتمنى يعني ما بحطش اي نوع من انواع سوء الظن او نظريات المؤامر، ولكن اتمنى ان احنا نبقى واضحين شايفين حاجه من اساسيات الشغل. انا كمتفرج وكمشاهد ما ينفعش اكون بتفرج على مباراه في لعبه يحتمل فيها ضرب الجزاء والمشاهد عايز يعني يتاكد تتعادش خالص. في لعبه ما تعادتش خالص، ماتش قالوا ما تعادتش خالص، اللعبه تعاد بعد ربع ساعه 10 دقايق. انا حاسب 10 دقايق كامله، مش 10 دقايق يا عم. لا عشان نبقى دقيقين جدا، عمر اشوف 10 دقايق دي برضو يعني غريبه. 10 دقايق لا يا كابتن، لا وال10 دقايق دي ايه هيحصل فيها كم حدث؟ لا ده ال10 دقايق انا نسيت اساسا اللي حصل. انا عايز اقول لك والله يا كابتن اسلام، في احد مباريات الدوري الايطالي، فرصه خطيره جدا تحولت لضربه ركنيه. حضرتك تخيل كده اللاعب لما ياخد الكوره ويحود دي عند رايت الكورنر عشان يلعب ضربه ركنيه، هتاخد كام ثانيه؟ 3 4 ثواني مثلا. والله والله العظيم حلفان انا اهو، المخرج عاد الفرصه ازاي ما اعرفش، والله بحلف 4 ثواني المخرج. يعني شفت الفرصه لايف وشفت الاعاده ورجع والله، واللاعب بيلعب ايوه الضربه الركنيه. وانا الحقيقه بسمع، عمال اسمع في تبريرات في امور تخص هذا الامر من الصبح. انا مالي يعني، انا كراجل مشاهد ولا أيوة. انا كراجل اهلاوي أيوة. انا مالي بقى مين عمل ايه ومين صح. ايه ومين صح صح. ايه مليون في المية مين اللي ما عادش ومين اللي عاد ومين اللي ما بيشجعش الاهلي ومين اللي بيشجع صح. كل ده ولا يفرق معايا. انا اللي يفرق معايا كمشاهد ايه؟ الشغل نفسه، ان انا هو ليه الكوره ما اتعادتش بس صح. كده لو كمان في المباراه فريق مصري على ملعب مصري، يعني مفيش حجه للمخرج. انت عارف لو المباراه مثلا في السودان ومخرج سوداني نقول ماشي، لكن ده المخرج مصري والفريق النادي الاهلي مصري وفي ملعب استاد السلام ملعب مصري. يعني يا جماعه ليه اللقطه ما تتعادش؟ احنا معانا لعبه ضربه الجزاء اللي ما اتعادتش، لعبه واضحه جدا، يعني لعبه بنسبه 100% او 99% ضربه جزاء. هي التانيه ضربه جزاء اللي هي لعبه محمد اتعادل. شريف هما الاثنين محمد شريف بس بصراحه لعبه واضحه جدا معانا لو استعرضناها. ازاي لعبه زي دي ما تتعادش؟ يعني ده الف ب للاخراج ان انت بتعيد اللقطات، يعني كامل الاحترام. الغريب بقى يا كابتن اسلام ان نفس المخرج ونفس الحكم ونفس الحكم الانجولي مارتينيز ده نفس الحكم حكم مباراه الزمالك، ادي اللعبه يا كابتن اسلام اللي فيها ضربه جزاء لمحمد شريف دي ما اتعادتش، كانت في الدقيقه 66، كانت ضربه جزاء واضحه لمحمد شريف فيها اعاقه بالقدم، محمد شريف اللي وصل للكره الاول فيها اعاقه بالقدم وفيها دفع من الظهر في الظهر، فدي كانت ضربه جزاء بنسبه 100% للنادي الاهلي ما اتحسبتش وما اتعادتش من المخرج كمان بتاع المباراه. كان نفس المخرج اللي حكم مباراه الزمالك وحسن اللي كان بيخرج مباراه الزمالك وحسنيه اغادير المغربي السنه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت في الكونفدراليه اللي كان فيها الكوره عدت المرمى والكوره ما اتعادتش، ونفس الحكم الانجولي يعني برضه. سبحان الله نفس الحكم ونفس المخرج فانا مش عارف بصراحه مش عارف العيب فين. يعني العيب دي يعني برضه بص يا احمد، كل ده حاجه وان انا كمشاهد قاعد كراجل اهلاوي قاعد بتفرج على المباراه وعايز اشوف الكره دي دخل الجون او يعني تحتسب ركله جزاء ولا ما تحتسبش، انا عايز اقول رايي يعني صح. طيب ده وحقنا طيب زي ما انا اقول في اللعبه
نعم حقنا نشوف اللعب. ده ألف ب إخراج، ألف ب إخراج إعادة اللقطة طبعا. لو النادي الأهلي أراد إن هو يبقى معاه حاجة دوكيومنتد أو حاجة مسجلة صح، إن هو هتقدر تجيبها له إزاي من غير الإعادة؟ طيب لو المباراة دي فيها فار كنا هنعمل إيه؟ ما بهزرش صح والله، هنعمل إيه؟ والله صح كلها اسئله منطقيه. لو حد لا وكمان لا، احنا بنقول كمان احنا خلاص اللي حصل حصل، احنا مش بنقول كده عشان الماتش اللي فات خلاص، احنا عايزين اللي جاي. احنا الماتش ده هيتقام حلاوته بقى يا كابتن حسين. الماتش ده على فكره في ميزه عندنا والله، وبرده هنتكلم فيها في الجزء الفني، ان النادي المريخ مشكورا طبعا، يعني حافظ على العلاقات وبحييهم، بس نادي المريخ ناس جميله جدا جدا جدا، واللعيبه عايز اشكر اللعيبه عشان كان في عندهم هجمه في الدقيقه 88 وكان طاهر واقع طلعوا الكره بره، راحوا طالعين الكره بره تصرف غايه في الاحترام. لا نادي المريخ والهلال كلهم بصراحه يعني لازم دايما التنافس في الملعب شيء، والتنافس وان جنب العلاقات دايما اللي ما بيننا، العلاقات اهم بكتير من نتيجه المباراه. اللي عايز اقوله الميزه ان هم هيلعبوا ماتش بتاعهم في استاد السلام، انه فنين وحاجات كتيره جدا، هيتعدوا كوبي وبيست، هو بنفس الظروف بنفس اللبس، بس طبعا اكيد مليون في الميه التحكيم هيختلف والمخرج هيختلف. فنتمنى ان الاخطاء اللي احنا بنرصدها لا مش عارف اوعدك. تعالى اوريك حاله ثانيه اول حاله معانا، حاله تحكيميه، حاله للحكم برضو، ده بياكد برضو ان الحكم كان هيلدر مارتينيز كان ضعيف جدا. يعني بص حضرتك كابتن اسلام، الكره هنا دي فاول للنادي الاهلي، بص قفشه لو لعب الكره دي، هتلعبت فعلا قفشه لو لعب الكره دي لاحمد عبد القادر ومش اوفسايد، مش اوفسايد لا، فانت فين مبدا الف ب تحكيم مبدا تحت الفرصه، وقف الكره ولعب تحت الفرصه. انت هات الصوره اللي بعدها، بص الكره فين، هنا بيبين لك ان هنا مفيش تسلل او اللعيب مغطي، الكره اتلعبت بتاعت قفشه، يعني راح انفراد، كمل راح انفراد خلاص، الحكم راح مرجع الفاول وفاول. فاول ايه يا عم دلوقتي ده، في تحت فين تحت هو ضعيف الفرصة. هو ضعيف الله ينور عليك هيلدر هو ضعيف، لا هو حكم ضعيف بصراحه، ويعني كان عنده اخطاء كتيره في المباراه، منها ركلتين جزاء واضحين، ركله واضحه بتاع هي اللي ما اتعادتش دي، انا مش متاكد منها بنسبه 100%، مش متاكد منها اتاكد منها ازاي، لكن الثانيه دي بصراحه بس باينه يعني فيها من ورا الثانيه دي، معلش برضو خلي بالك انت بتشوفها من ورا لكن برضو لما تيجي الاعاده من الجنب اليمين والجنب الشمال بتوضح اكتر طبعا، بتوضح بتبقى أكثر. واضحه بالنسبه، لكن الثانيه ما فيهاش كلام يعني الثانيه اللي اتعادت بعد ربع ساعه ولا 10 دقائق بنكون دقيقين اللي اتعادت بعد 10 دقائق دي فعلا ضربه جزاء واضحه، وده ياكد كلام يعني، وده ياكد كمان ان احنا خلاص بقيناش يعني ما اعتقدش في اي حد دلوقتي عنده شك في تقنيه الفار. تقنيه الفار فعلا انت من غيرها في مشكله. تخيل ان انا في سنه 6/3/2022 بتكلم ان مفيش تقنيه فار في افضل بطوله في او اهم بطوله او اكبر بطوله في القاره الافريقيه، وفي نفس الوقت بتكلم عن اعادات ما بتتعادش صحيح في التلفزيون صحيح. يعني بغض النظر عن مين هو بيتشجعش وبيشجع والكلام ده كله، لكن انت بتتكلم عن اقل الامور اللي يجب ان انت تاخدها في مثل هذه المباريات اللي هي الاعاده مش موجوده، واقل الامور اللي يجب ان انت تبقى معاك اللي هي الفي ار، واللي وعد بيها رئيس الاتحاد الافريقي وقال قبل ما يتم انتخابه طبعا، قالك من السنه الجايه هيبقى فيه وما حصلش. ده كل الوعود اللي موتسيبي وعد بيها قبل الانتخابات، وساعة الانتخابات مفيش ولا وعد اتنفذ لغايه دلوقتي. يعني كل الامور اللي هو وعد ان التطوير اللي هيحصل سواء في بطولات الانديه او بطولات المنتخبات مفيش اي شيء احنا ملاحظينه. حتى كنت مع بعض الاخوه المغاربه في لقاء اذاعي عندهم في الاذاعه، وكان معانا برضو بعض الاصدقاء الصحفيين من فرنسا، صحفيين فرنسيين يعني مستعجبين تماما، قالوا ايه الفرق ما بين فتره موتسيبي وفتره عيسى حياته؟ ايه الفرق؟ يعني فرقت في ولا احمد ايه الفرق؟ ايه الفرق يعني؟ فرقت في ايه؟ في اي اختلافات؟ أي. فاحنا في الاخر عايزين، احنا هنا بنرصد الاخطاء يا كابتن اسلام املا في الاصلاح صح، وليس في الترصد، احنا ما بنرصدش لحد، ولكن نتمنى من المخرجين انه يعرف ان ماتش الاهلي ده بيتفرج عليه الاف الالاف، وبالتالي محتاجين ان هم يتاكدوا ويستمتعوا ان انا عايز النهارده دي حاجه بتفرج عليها، عايز اكون ولو سمحت لو انت ما بتشجعش النادي الاهلي حط الموضوع بره، سيبك من ان انت بتشجع النادي الاهلي او ما بتشجعش، انت بتتكلم عن بلد وبتتكلم عن اعادات، لو حق الرجل المشاهد او الضمير المهني بيقول ان انت لازم تعيد هذه اللقطه، بغض النظر بتشجع ما بتشجعش، بتحب ما بتحبش، دي حاجه مهمه جدا. بعدين لو الموضوع هيبقى صعب او كده، لو حد كده يديه لزميل تاني يقدر يعمل كده، والله مش بهزر،
ده لما هو قادم. انا ما بديش نصايح، ما اقدرش، لان دول اساتذتنا وناس كبار وكل حاجه، ولكن انا بتكلم بمنطقيه وعقل، يعني ان هو اقل حاجه مش عارفين ناخدها، اقل حاجه وانت قاعد بتتفرج على المباراه انت مش عارف تاخدها، فبالتالي صعب جدا 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 ان انت تقول لي اصل انا ما بحبش، اصل انا بحب، الكلام اللي بيتقال ده. ومليون في المية كمان المجموعه اللي قاعده في الكنترول مع المخرج، اكيد اكيد في كاست موجود وفي فريق وفي يعني فريق موجود مع المخرج في غرفه الاخراج، اكيد بيتابعوا اراء الناس على السوشيال ميديا، كل واحد ماسك موبايله، اكيد ممكن يبص ده في الشوط الاول الناس بتنتقدنا عشان كذا، ده في لعبه جت في الدقيقه 55 فما ينفعش ان احنا نقررها في الدقيقه 70 او 80. صح. يعني معاك وقت حتى في والماتش شغال ان انت ممكن تتدارك الخطا اللي انت وقعت فيه. ونتمنى ان شاء الله، احنا عندنا مباراه سان داونز في بريتوريا يوم السبت، وهنرجع اعتقد هنلاعب المريخ تاني بنفس الظروف، نتمنى ان المشاكل اللي حصلت في المباراه من خصوصا مشاكل تقنيه يعني ما تتكررش تاني، ان مفيش فار بالظبط، على الاقل يبقى عندي حاجه اقدر استند عليه. عموما هنكمل كلامنا وناخد النواحي الفنيه وكل شيء يخص هذه المباراه، ولكن هنطلع فاصل. وتوقع الترتيب النهائي للاهلي في مجموعته بدوري ابطال افريقيا، توقع الترتيب النهائي للنادي الاهلي في مجموعته بدوري ابطال افريقيا، بعت لنا ده السؤال اللي حضراتكم هتجاوبوا عليه على هاشتاج كريم وثابت مع الشاطر، ده الهاشتاج اللي حضراتكم هتجاوبوا عليه، وهنقرا كل اللي حضراتكم بعتينه في الفقره القادمه. نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم، واحمد وكريم احمد وكريم هيكونوا على الشاشه عشان يعرضوا لحضراتكم اهم الحالات الهجوميه والدفاعيه الخاصه بمباراه الاهلي والمريخ بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. توقع الترتيب النهائي للاهلي في مجموعته بدوري الابطال الافريقي، ده السؤال اللي على هاشتاج كريم مثابت مع الشاطر بعتوا لنا. هناخد الحالات الهجوميه الاول، وبعد كده قبل ما ناخد الحالات الدفاعيه الخاصه بالنادي الاهلي هنقرا بعض الاجابات اللي جايه لحضراتكم من على تويتر او على الفيسبوك. اتفضل. طيب يا كابتن اسلام، احنا في الحلقه السابقه يا كابتن اسلام كنا بنتكلم على ايه الطريقه الافضل تفتكر ان النادي الاهلي يلعب بيها، واختلفنا في حته 4-2-3-1 و3-4-3، ونعمل فلاش باك كده ليه احنا بقالنا 3 مباريات النادي الاهلي بيستقبل اهداف، استقبلنا قدام سان داونز، واستقبلنا قدام فاركو، واستقبلنا قدام المريخ السوداني، ولكن ليس بهدف ولكن بهدفين. موسيماني السنة اللي فاتت كان بيعتمد على 4-2-3-1، وكان بعض المباريات القليلة قوي استخدم 4-3-3 وما غيرش، هما اديله الاثنين اللي كانوا متاحين له. جه في الصيف عمل مجموعة وتشكيلة من الصفقات الجديدة، وهختص خصوصا فيها وجود بيرسي تاو ودخول بيرسي تاو على التشكيل. لما بيرسي تاو دخل وكمان في وجود بدر بنون واكرم توفيق بدل يعدل الخطه ل 3-4-3، وال 3-4-3 لو نفتكر كانت بتدينا اريحيه في الشكل الدفاعي. طيب ليه النادي الاهلي في 4-2-3-1 عندنا فيها مشكله؟ لان طيران علي معلول وطيران محمد هاني خالق مساحه وراهم، بنشوف دايما الفرق اللي بتلعبنا بيستغلوها بشكل كبير. فكرة كابتن اسلام ان المساحات دي في طريق 3-4-3 مش هتبقى موجودة، ولكن هي المسألة مع عملية توازن. انا عشان اختار العب 4-2-3-1 يجب ان انا اقتل المباراة تماما في بدايتها، زي ما شفنا قدام فاركو، زي ما شفنا قدام المريخ نفسه لما حددنا. من المفترض ان ده اللي حصل. صحيح، ولكن احنا دلوقتي كنا 2-0 وجت كوره لمحمد شريف اللي هو لعبها فيرست تايم، والكوره دي ضاعت، الكوره ارتدت هدف لنادي المريخ، والمريخ فعلا بيلعب كوره حلوه على الارض، يعني لي كلارك المدير الفني الانجليزي فعلا عامل شغل مختلف مع الفريق، والفريق ده مش هو اللي احنا واجهناه السنه اللي فاتت. الفرقه اللي شادت لا لا خالص الفرقه دي مختلفه، فرقه بتلعب كوره حلوه، وكمان فعلا كانوا دارسيننا بشكل كويس ولعبوا واخترق الجبهات بتاعتنا ورا هاني ورا علي معلول، والهدفين هنتكلم عليهم نتيجه الحالات. اللي عايز اقوله ان احنا عندنا طبعا مباراه مهمه يوم الثلاث، وان شاء الله طبعا حسب التقرير اللي جايه والاخبار ان ايمن اشرف
ان شاء الله يبقى موجود في قائمه الفريق يوم الثلاثاء. انا في وجهه نظري كنت انا بحاول اعرضها من الحلقه اللي فاتت، ليه 3 4 3 مهمه؟ اهو خدوها قاعده، 3 4 3 طول ما الاهلي بيلعب بيها كم المحاولات اللي هتكون عليه من المنافسين قليله جدا، مش زي 4 2 3 1. 4 2 3 1 بتتطلب جهد. فضل. قبل بس ما تكمل هنا، لانه هنا بالنسبه لي انا كراجل اهلاوي ايوه خلاص، انا دلوقتي عايز اخلق التوازن ما بين 3 4 3 و 4 2 3 1. 4 2 لما بلعب 3 4 3 بيبقى عدد الهجمات اقل من الناحيه الهجوميه. اه لا دي الناحيه الثانيه. اه لما بلعب 4 او 3 4 3 بيبقى عدد الهجمات اللي انا بروح بيها اكيد على الفريق المنافس اقل. لا اقل بنسبه 40%، احنا حسبناها قبل كده 30-40%. نعم. وبالتالي انا كاهلاوي انا عايز ايه؟ انا عايز اعمل المعادله اللي انت بتقول عليها دي، صح، ان انا استحوذ ويبقى معايا الكوره وادافع كويس، نعم، واجيب اهداف او اروح بنفس عدد الاهداف او بنفس عدد الهجمات اللي انا بروح بيها في العادي. نعم. ان انا لما العب 4 2 3 1 بروح مثلا ب 10 هجمات. أي. لما بلعب 3 4 3 بروح بخمسه او سته بس، سته. نعم. بسته هجمات. وبالتالي انا كبقى راجل بحب الاهلي عايز ايه؟ عايز التوازن ده اعمله ازاي؟ هنا هيبقى عندنا مشكله في التشكيل، لان احنا النهارده بنقول بنوظف الفورميشن والتكتيك على القائمه اللي معايا، مين طبعاً اللي يقدر ينفذ لي الافكار دي؟ 3 4 3 زي ما قلت لحضرتك المره اللي فاتت مش هينفع نلعب بيها طالما ان بدر بانون وايمن اشرف واكرم توفيق مش دول مش موجودين. في خطوره انك تلعب بثلاثة ورا، حتى ايفن لو حمدي فتحي وياسر ابراهيم وحمدي نعمة يتحطوا مع بعض، ما ينفع، ما يقدرش يلعبها. وعشان كده في وجهه نظري بيتسو موسيماني ربما في ماتش بيراميدز مع عوده ايمن اشرف هيرجع لثلاثة. ليه؟ لان هو بالنسبه لي زي ما حضرتك مثلا تفضلت وقلت في ال 4 2 3 1 احنا خلقنا 10 فرص جبنا ثلاثة، لكن في احتمال كبير ان انا استقبل اهداف في 3 4 ايه؟ في 4 ايه؟ في 4 2 3 1 هستقبل اهداف. بس هي عدد الكرات اللي راحت عليا برضو اقل. نعم. ليه؟ في 4 2 3 1، لكن هي المشكله اللي حصلت في مباراه المريخ. أي. ان احنا رحنا او المريخ راح بثلاث كرات او ثلاث هجمات على النادي الاهلي، اربع هجمات جاب اثنين. ممكن هي دي وجهه نظري تناقض. ممكن هي دي القصه بالنسبه لي، او هي دي وجهه النظر ان انا لو ما كانش الاثنين دول جم فكانت هتبقى طبعا هي لو أيوة، لكن أيوة. انا اقصد هي دي اللي احنا بنفكر فيه. انا شايف ان 4 2 3 1 افضل لينا كلاعب كاستحواذ ككده، بس انت برضو انت مشكلتك في الماتشات ده كريم اسلوب الضغط بتاعك. الضغط بتاعك كان سيء جدا، عمل مساحات كبيره جدا في الفرقه. يعني الاهداف جايه نتيجه ايه؟ نتيجه غياب الضغط، اللعيبه من قدام يعني بيرسي تاو اصلا لسه بدنيا مش كامل، عبد القادر برضو دفاعيا مش كامل، فالضغط بتاعك قليل، بالتالي حصل مساحات كبيره بين الخطوط، وادى كمان ان علي معلول زي ما انت بتقول متقدم دايما، فالارتداد الدفاعي بتاعه قليل جدا طبعا. فعبد المنعم بيضطر يرحل، فبيحصل فجوه طبعا ما بين عبد المنعم وما بين رامي ربيعه، فالناس شايفه لا ده رامي ربيعه، لا هو عمليه التنظيم الدفاعي بتاعنا احنا بنطبق مرحله الهجوم بس، لكن مرحله الارتداد او التحول من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه عندنا فيها مشكله. هي دي النقطه دي اللي محتاج موسيماني يراجع فيها. وانا هنا بسال سؤال، طب وجود هل غياب حمدي فتحي او عدم البدء بيه بيأثر بالشكل ده في طريقه، هل بعد كده لما العب 4 2 3 1 وجود حمدي فتحي بقى عامل زي الترسانه او العمود الفقري اللي بتضرب اي هجمه مرتده علينا سواء في المنتخب او في النادي الاهلي؟ ده السؤال، لان حمدي فتحي بصراحه في 4 2 3 1 حمدي فتحي بيديك امان، بيقفل الهجمه المرتده عكس ديانج. ديانج دايما بيبقى طاير قدام السوليه. يعني هوري لحضراتكم مثال، تعال نتفرج على جون المريخ الاولاني، بص عشان اوريك قصدي، بص الضغط فين هنا، الضغط ضعيف جدا، الضغط بص ديانج لسه رايح فطبعا بيتضرب ظهره، ادي قفشه وادي السوليه، ديانج رايح، ده ديانج متقدم عكس وجود حمدي فتحي مثلا ورا بيعمل لك الحمايه بيقفل لك الهجمه. انا النقطه دي برضو انا النقطه دي بالنسبه لي لا، انا شايف ان ديانج مش متاخر. انت بتقول ديانج متاخر، انا شايف بس هم لعبوا، عارف انا اللي متاخر مين؟ عبد القادر وبيرسي تاو ومجدي قفشه. ديانج بيقابل يا كابتن اسلام، هذا الثلاثي. صح. ما هو انا بعمل ايه المفروض في الحالات اللي زي دي؟ معلش هات لي اللقطه تاني لو سمحت. اللقطه دي في حد مين اللي محمد شريف قدام، محمد شريف قدام وقفشه راجع لورا. من المفترض ان يكون هناك قائد في الناحيه، لو محمد شريف يعمل ايه في الحاله اللي زي دي؟ يضغط هيقف، لا ياخد 3 4 خطوات ورا، واول ما محمد شريف يبتدي يضغط لازم ديانج يستنى
لما محمد شريف صح. يضغط عشان قفشه يجي يضغط الاول عشان احمد عبد القادر يلم من الناحيه الثانيه ويخش جوه شويه عشان بيرسي تاوي ياخد الخطوتين ثلاثه لقدام عشان تقدر تقفل صح. على مفاتيح اللعب اللي انت وده اللي عامل مساحه كبيره هو ده اللي كان الخطوط. وجهه نظري ان ده اللي كان بيطلبه بيتسو موسيماني صح وده اللي عامل مساحه يعني هنا ديانج اتقدم وبالتالي هم لعبوا علينا في المساحات اللي ورا معلول ورا هاني والزون 14 اللي هي المساحه اللي ورا ثنائي الارتكاز هي واضحه هنا ديانج اتقدم اهو كمل اللعبه نكمل طب معلش انا بس هي النقطه دي معلش انا حاجه اقول لكم على بس على حاجه هنا هو لو ديانج هنا ما عملش الضغط ده ووقف خطوتين ورا كده يعني لو رجع خطوه لورا وقفشه هو اللي زاد وقفشه هو اللي زاد وقفشه هو اللي عمل وشريف هو اللي حصل وشريف هو اللي يبدا الضغط زي ما هو ما هي مشكله ضغط ما هو ده انا بدات كلامي ان هي مشكله الضغط بتاعنا هو اللي مأثر علينا الضغط بتاعك اسلوب الضغط والتحول من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه ده اللي عامل المشاكل نكمل هات بس الصوره اللي بعدها اصل احنا ما بنلعبش بلاي ستيشن خلي بالك اللي هو صح. ده حقيقي لا ولكن ده ترتيب منطقي للضغط لو انت عايز تعمله بطريقه صحيحه صح. لكن اصل الناس تقول لك ايه ما اصل احنا يا جماعه ما بنلعبش بلاي ستيشن ان صح. انا هقول الاقرب هو اللي بيضرب اللي هو المهاجم كدا. بعد كده صانع الالعاب هنا بص يا كابتن اسلام الاربعه اتضربوا وطبعا مين اللي واقف ورا في الزون 14 ادي السوليه بيحاول يغطي ديانج قفشه بيرجع لورا المساحه وراهم دي الزون اللي هي المساحه اللي ورا ثنائي الارتكاز هم لعبوا على المساحه دي طب تعالى بص المسافه ما بين احسب كده المسافه ما بين محمد شريف وما بين خط الدفاع قد ايه يعني نحسبها كده على الهواء المسافه هتلاقي كبيره جدا ادي المسافه اهي 30 متر يعني 31 متر بس برضو اتضربوا في المساحه اللي في ظهره ورا ثنائي الارتكاز بسبب وجود مساحات كبيره الضغط بتاعنا ما كانش احسن حاجه في طريقه 4 2 3 1 وبالتالي انت اتضربت هنا برضو هنا بنكشف حمدي فتحي حمدي فتحي لو موجود يقفل لك الحته دي اكتر عكس ديانج دايما طايل لقدام السوليه دايما طايل لقدام سؤال يا ثابت لما انت هتلاعب حمدي فتحي هتضطر تستغنى عن واحد من اثنين او ما هم الاثنين يا كريم بيعملوا نفس الدور انت عندك ديانج دايما زايد والسوليه دايما زايد مفروض واحد فيهم حتى لا يبقى انا واقف. ممكن اقول لهم يا احمد واحد يقف لا غير ان انا اقول لهم واحد يقف انا اقول الضغط يبقى صح صح يعني هو ليه المريخ بان ان هو افضل في اوقات في المباراه بيلعب بكره كويسه لانه زي ما انتم زي ما هو واضح كده معلش هنا مش احسن حاجه والمساحات ان المساحه دايما وعلى فكره رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم واقفين 10 على 10 واتظلموا لان هي اللقطه في الاخر الله ينور عليك واقفين 10 ما يقدرش يعني لو رامي خد الخطوتين دول لقدام بقى محمد عبد المنعم مع مهاجم المريخ واحد على واحد صح. لو وقع لو اتخبط لو عمل وبتاع راح جاب جون خلاص فانا لازم انا كرامي ومحمد ان انا اخد اللعيب الاصفر بيني وبينهم زي ما هو واقف كده صح صح يعني اللعبه دي 10 لكن انا ما ينفعش كعمرو السوليه وكديانج وقفشه ان احنا اسيب اثنين ده اثنين مش واحد اثنين اثنين في المساحه اللي هي الزون 14 اللي لازم واحد فيه. كان يرجع خطوتين ورا هو ده اللي انا ذاكره النادي الاهلي ان الضغط من الاول خطأ. غلط صح نكمل بقيت الصوره برضو نفس اللعبه هنلاقي برضو ايه هنا طبعا علي معلول بيحاول ان هو يتقدم عشان ايه بيرحل عشان يغطي الاثنين اهو وهنا المفروض عبد المنعم كان يغطي برضو ورا معلول نفس الفكره برضو اثنين زي ما كابتن اسلام قال في المساحه اللي هي الزون 14 واقفين فاضيين خالص كمل الصوره اللي بعدها يعني انا متخيل قبل بس ارجع للصوره اللي فاتت الصوره اللي فاتت انا شايف ان الاربعه المدافعين واقفين 10 على 10 صح علي بس علي ياخد خطوتين لجوه لجوه بس دول هو بص وشه فين هو وشه كده فهو شايف ان الكره لو اتلعبت هنا هيبقى هو اقرب وهو الاسرع صح. فبالتالي الاربعه اللي واقفين ورا واقفين 10 على 10 صح نكمل برضو نفس الفكره هنا برضو انت في المساحه في الزون 14 بيضربوك هنا عبد المنعم بيحاول يتقدم عشان يعمل عمليه الضغط اهو معلول الضرب ضغط حاول يعمل عمليه الترحيل عبد المنعم بيرحل في ظهره لا بس دي اول خطا من معلول اول خطا من معلول ان هو لما غطى ما ينفعش صح معلش غطى وعبد المنعم برضو بيحاول يلحقه فتلعبت في ظهره ربيعه برضو اتاخر بالزبط. في التغطيه يعني هي خطا جماعي مركب جاي بسبب ايه بسبب الضغط من الاول اصلا وبسبب المساحه اللي الله ينور عليك بسبب الضغط من الاول الضغط من الاول عايزين نقف عند الصوره دي وهنا دي نقطة أعتقد رامي محتاج يشوف طبعا لقطة فيديو مش محتاج يشوف الصورة الاستيل لا يشوف الفيديو لأن هو عمل تصرف وجهة نظري تسبب في إن المهاجم بتاع المريخ خد الكرة وهو مرتاح وهي إن رامي هنا كان في الفيديو لما شفت الكرة كتير خد قرارين إن هو يخش معاه أو يرجع خد في الآخر خد الخطوة بتاعته إنه يرجع ويبعد عنه وفتح المساحة ما بينه ودي النقطة اللي محمد عبد المنعم مش هقول له عليها
كان لازم انت تقرب من تكمل معاه تكمل معاه. لو كان رامي كمل خلاص هو ضرب الاوفسايد كان هيمنع ان محمد الشناوي لما هيشوفه رايح معاه كان هيقف. بالظبط يا كابتن اسلام، ما كانش هيحتاج ان هو خلي بالك احنا عمالين نقول رامي، عمالين نقول نص الملعب، ولكن من وجهه نظري ان الكوره من محمد شريف بس عشان ندخل طبعا ال11 خطا جماعي، خطا جماعي وليس حتى الشناوي كمان طلع بدري يعني. لا انا مش شايف، انا مش شايف الشناوي بصراحه عنده خطا. الشناوي في وجهه نظري طبيعي الشناوي هنا طالع بدري. هتديك يا سابق ما خايبك يا سابق برضه نقطه مهمه، الحارس اللاعب ده وكابتن اسلام برضه ياكد على الكلام ده، اللاعب بياخد القرار في جزء السبب. بس خلي بالك انا هنا الشناوي هو عشان شايف ان هو كان يقدر يمسكها لا وكمان هو يقدر يقفل على الانفراد، هو حس من الشكل بتاعها ان هي انفراد وانا ممكن امنع الكوره بان انا امنحها بجسمي لما النهارده. لكن بصراحه لاعب المريخ كان ذكي ان هو ما شاطش. صح هو ذكي جدا، هو لعب بالعرض والتاني قطع فنفس الفكره. تعالى برضو نشوف الهدف الثاني ومشكله ايه اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي برضو مشكله الضغط من الاول يا كابتن اسلام. نعم بالظبط هي دي النقطه بتاعك. بص هنا حسين الشحات متاخر جدا في الضغط، وهنا حمدي فتحي كان نزل هنا. حمدي فتحي هنا لا لسه ما كانش نزل، حمدي فتحي نزل بعد ما بقت 3-2. هنا الشحات متاخر في الضغط اهو، برضه المفروض كان يضغط على الباك يرجع يعني مع محمد. انا بص عشان برضه الاسماء انا انا كان يهمني طبعا، هو واضح ان هو الشحات لكن انا اقصد ان هو في الاخر اي حد في الوينج رايت هنا او الهاف اليمين هو اللي ما راحش ضغط، وبالتالي ده اثر على كذا وعلى كذا. المفروض الضغط نفس الخطا في الجون الاول. احنا عندنا مشكله في الضغط من الاول، بتعمل مساحات ما بين الناس، وفي حاله من عدم التركيز، في حاله توهان للعيب غريبه بصراحه يعني عدم التركيز شويه يعني. بص كمل اللعبه اللي بعدها، بص اللعبه دي، بص كلهم بيبصوا فين. لا هنا بقى نستوب بقى ولازم ثانيه واحده. بص يا كريم، ال11 لعيب، ال11 لعيب بيبصوا فين يا كريم؟ صح بيبصوا على الكوره وسايبين المان بتاعه، سايبين الراجل اللي بيقطع ده. ثابت خباك احنا برده بنحلل منصوره طبعا. لو جبت الفيديو هتلاقي ان ديانج فتح السبريت بي ديانج من المسافه دي، من الحته هنا اهو مكان هنا اهو، وبشوفوا الفيديو ده يا جماعه على اليوتيوب، هتلاقوا ان ديانج في هنا اهو بدا لا يقلل سرعته. خلى لاعب المريخ يسبقه بخطوتين. بس هو مش ديانج بس يا كريم، بس انت شوف المساحه ما بين ربيع، شوف المساحه ما بين ربيع وعبد المنعم قد ايه. طب ده بسبب ايه؟ ده كلام مش قصدي، بسبب غياب الضغط من الاول، ان اللعيبه ضغطت فعمالين يرحلوا. بس المان ده كان بتاع ديانج. ماشي المان ده بتاع ديانج، وديانج راجع معاه، بس برضه مش ديانج السبب، بس السبب الفرقه كلها في الضغط، وان هو كل واحد عمال يرحل. ربيعه هنا يعني دي مساحه ما بين اثنين مساكين، طبعا ما ينفعش المساحه بالشكل ده. انا مش مختلف معاك، انا بس بتكلم في حته ايه، انا راجع مع واحد كتف بكتف وماشيين بنفس السرعه، جيت انا في لحظه قللت سرعتي. شوف الفيديو هتلاقي ان لاعب المريخ اول ما بص لزميله في اولاب هيعمل الكروس راح فاتح سبرنت، وديانج لسه راح ديانج كان بس الحته دي. راح ديانج عامل ايه بقى؟ ديانج فكر للحظه كابتن اسلام ان هو ما عرفش الصوره دي معانا ولا لا، لو في صوره ثانيه ممكن توضح. طيب. ديانج فكر في ثانيه ان هو يمد رجله، بس خاف من ايه؟ انه يعمل استريتش ويتصاب، راح مرجعها. صح، وده خلى لاعب المريخ ياخد الكوره وينفرد. بس الجونين جايين من العمق، نفس المشكله. مشكله طبعا. الضغط، مشكله المساحات اللي ما بين الخطوط، التنظيم بتاعنا مش احسن حاجه. ده اللي احنا لازم نشتغل عليه في الفتره الجايه. انا برضو هنا معلش شيل رقم 17 متر دي، معلش شيلها كده، شيل رقم 17 كده لو تقدر تشيلها، لان ده مهمه جدا بالنسبه لي، لانه انا برضو يعني عندي مشكله في المكان. يعني انا برضو الكره دي المسافه بعيده جدا، لازم انا كستوبر يعني انا كستوبر لازم اخد الخطوتين دول لجوه هنا دلوقتي هنا. وخلي بال حضرتك علي معلول راجع متاخر. ما ينفعش وعلي راجع متاخر. في لعيب يا كابتن بس هو انت مش شايفه من هنا، خلي بالك. هو بسبب ايه برضو؟ معلول راجع متاخر، فعبد المنعم مرحل عشان يغطي معلول، فده اللي طيب عمل الجاب. دي الحالات الدفاعيه هي واضحه، وهي من الواضح ان خلي بالك انا برضو كباك برضو عشان تبقوا فاهمين، لما باجي العب وانا على ارضي وعايز اكسب فبتبقى طاير دايما، فببقى يعني ببقى اقرب للناحيه الهجوميه بكتير من الناحيه الدفاعيه. صح. بتبقى عيني على الناحيه الدفاعيه وبتاع، فما بالك بواحد زي علي معلول اساسه ان هو بيطلع يهاجم، فبالتالي في مثل هذه المباريات هتلاقيه دايما بيسيب جزء. فانا كان لازم انا كراجل ديفندر او يعني عمرو او السوليه، عمرو السوليه او ديانج او حتى حمدي فتحي لما نزل، لازم ابقى عامل حسابي برضه. صح. انا كلاعب بقى ازاي انا بفكر في الملعب، ان كان شوقي مثلا عارف ان جيلبرتو بيهاجم كتير، فكان شوقي يروح يقف ورا جيلبرتو خطوتين ثلاثه او ناحيه الشمال خطوتين ثلاثه، فاهم؟ فده كان ممكن جدا يحصل في الماتش.
فانا برضو الحاجات دي بتحصل طبيعي. الحاجات دي برضو البطوله دي يا كابتن اسلام بتتاخد على مراحل. يعني انت طبيعي ان السنه اللي فاتت على فكره اول 3 ماتشات جبنا 4 نقط بالظبط نفس الفكره. انت كسبت الاول المريخ 3-0، بعد كده خسرت من سيمبا هناك 1-0، بعد كده رحت متعادل مع فيت على ملعبك 2-2، فعملت 4 نقط. يعني الموضوع هي مرحله المجموعات كده، انت في مرحله هي البطوله توصل. دي اهم حاجه توصل، حتى لو صعدت تاني مش مهم، لكن وطبيعي ان هيحصل. مش مهم ايه ده، كل جمهور الاهلي بيتمنى ان احنا نصعد تاني. مش مهم ايه ده، كل الناس في الاستفتاء النهارده على الهاشتاج الناس كلها كاتبه نصعد تاني ب 11 نقطه عشان احنا في البطولتين. لا مش هينفع نصعد تاني ب 11 نقطه. لا ينفع 11. ينفع نكسب المريخ ان شاء الله باذن الله احد، يعني طبعا المريخ والهلال ونتعادل مع صن داونز في جلوبا. عايزين بقى نتكلم في ايجابي شويه. بقى تعالى اوريك في محمد شريف الاسبرنت، انا حاسب له الاسبرنت اللي قطعه في الجون الثاني. بص هنا الجون هنا بقى شكلك كان حلو في الشوط الاول، اول ما بدات الضغط بتاعك كان ممتاز. بص شريف بادئ اللعب، هو اللي بادئ الهدف الثاني يا جماعه. بص منين شريف كان هنا اهو. طيب. تمام، بدا اللعبه صلحها لايه؟ لمعلول. معلول لعبها لعبد القادر، عبد القادر قدم واحده من افضل المباريات. مش عارف هو خرج ليه بصراحه، عبد القادر في الواحد على واحد لعيب كبير جدا. بص عدى، بص شريف ايه زي ما قلنا هو اللي بداها. عبد القادر في الواحد على واحد بيعدي من المدافع بيديك الحل الفردي، شريف فين؟ هنا. نعم. بص عبد القادر بيلعبها له وشريف بيسجل، عمل واحده. بص بقى جرى قد ايه؟ 46 متر في 90 ثانيه المسافه. 9 ثواني. تمام، 46 متر في 9 ثواني. فاحنا حاسبين المسافه دي. فبصراحه محمد شريف قدم ممتاز، مباراة هايلة جدا، ومن فاركو من مباراة فاركو عودته فاركو ومكسب الحاسة التهديفية بشماله كمان حاجة بصراحة. من أكتر الناس اللي استفادوا من 4-2-3-1 محمد شريف. ليه؟ لأن قفشة بيبقى تحته فبيديله وأحمد عبد القادر كمان. وأحمد عبد القادر طبعا بصراحة. واللي عايز أضيفه بس بسرعة عشان أعرف إحنا يعني ممكن نكمل في الوقت، قفشة كابتن إسلام ربما يكون في بعض الأحيان بعض القرارات الخطأ، ولكن لازم الناس تعرف ان في بعض الاحيان في نوعيه من اللعيبه المدير الفني لازم يبكي عليهم. ليه؟ بيديك لمحه ما حدش يديها لك غيره، زي بالظبط الثرو باس اللي عمله قفشه لعمرو السوليه في الهدف الثالث. قفشه ربما كان في بعض المشاكل في التمريرات، في قرارات تسديد، يعني كان في مثلا كوره هو بيسدد كان يفضل ان انت تمررها. اوكي ده بيحصل، ولازم الناس تبطل ان احنا نعاقب اللعيبه بلاي باي بلاي. ده امر صعب جدا، صعب قوي يا جماعه، صعب جدا. قفشه رجع لمستواه لما لعب في ال 4-2-3-1 طبعا، وكله اخر يرجع اخر ماتشين ثابت. انت ممكن خلي بالك يا احمد، ايه القصه في ايه؟ ان طبيعي جدا ان انت تشوف لاعب، انا لسه كنت حتى بتكلم في ده في مقدمه النهارده، ان اللاعب النجم، الفرق ما بين النجم واي حد تاني ان النجم بيبقى وقت طويل قوي مستواه بيوصل لاعلى مستوى وبيفضل فيه كتير، لكن لما بينزل بينزل وبيطلع تاني. صح صح صح، هو ده الفرق. لكن هو هينزل هينزل هينزل، ولازم مش حد ما بينزلش. كابتن اسلام مساحه الصبر ليه تبقى كبيره اكبر، يعني ما ينفعش النهارده اقف له على دماغه لا انت ما عملتش، لا انت سويت، لا لا لا، لان فعلا هنقول له اخطا وزي ما حصل. أيوة زي ما حصل لحضراتكم، لكن برضه هيديك واحده. يعني بصراحه الثرو باس اللي عمله قفشه لعمرو السوليه ده مش طبيعي، زي ما كنا بنتكلم على الثرو باس بتاع حسين الشحات. هو ده الثرو باس. بص السوليه بدا اللعبه، بص مستلم الكره بظهره ومستني السوليه بدا اللعبه بيبظيها لقفشه. قفشه بيضرب الخطوط كلها بتمريره واحده للسوليه. طبعا بيكمل، ميزه السوليه بقى في ان هو طبعا بيكمل. نعم. دايما جوه منطقه الجزاء. بص كمل اللعبه، بص تمريره قفشه اللي انت مش ممكن صراحة. مش ممكن ضارب بيها ثلاثه، ضرب ثلاث لعيبه بلعيب بكوره واحده، مش ممكن. وكوره واحده يعني وداها على المرمى بصراحة. وتحرك السوليه برده يحسب طبعًا له طبعًا. ان هو خلي بالك هي لو ما دخلتش جون كانت هتعدي لشريف. كانت هتعدي صح، ما هتبان في اللعبه في الصوره اللي بعدها يا كابتن اسلام. بص يلا كمل كمل الصوره اللي بعدها، هتلاقي ان هو لو فعلا اهي. بص محمد شريف كان واقف، يعني لو ما كانتش خبطت في المدافع انا كان نفسي تروح لشريف صراحه عشان يجيب هاتريك بصراحه. تعالى برده نشوف الهدف الاول بتاع النادي الاهلي، برده واحد من بيرسي تاو بقى. بس مين اللي بادئ الجون برده؟ خلي بالك هو بيرسي تاو عشان قطع الكوره. بيرسي تاو الشوط الاول او لغايه الدقيقه 40 تحديدا وجهه نظري انا، يعني كان ليه؟ لانه خلاص بدنيا واقف على رجله، اول ما ابتدت الدنيا بدا يقل بصراحه، لسه مش جاهز 100%. لسه طبعا يعني واضح ان هو من لمسته للكوره. بص التمريره دي بيضرب المدافعيه، التمريره دي جميله جدا. جميله بصراحه يعني. ومحمد شريف برده احسن واحد بيتحرك بين الخطوط ودايما، ورغم ان الكوره دي خلي بالك جات له ورا ظهره بس مسته بيتحرك في ظهر المدافعين. احسن مهاجم في مصر بيتحرك في ظهر المدافعين طبعًا. محمد شريف للامانه بالظبط بيتحرك بشكل كويس جدا. بيرسي تاو لعبها له، شريف برده سجلها بشماله، فمكسب كبير سواء برده بيرسي تاو لان احنا محتاجينه في مباراه بيراميدز. قبل ما اخد وجهه نظركم في التشكيل لمباراه البيراميدز القادمه، محمد عبده بيقول ان شاء الله الاهلي هيصعد في المركز الاول. اهو عبد الكريم عشان صلاح
ابو عبده بيقول ان شاء الله الاول المجموعه، اول المجموعه نكسب سان داونز، الهلال المريخ ان شاء الله يكون النادي الاهلي بطل افريقيا. محمد شاكر اهو قال لك مركز تاني باذن الله باذن الله. اللي حصل امبارح المريخ هي ثقه زايده ولا قلق ولا خوف ولا تقليل جهد عشان ماتش بيراميدز؟ لا ما اعتقدش اللعيبه احنا بنتكلم عليها محترفه للغايه، ما اعتقدش هم كانوا بيفكروا في ماتش بيراميدز خالص. انا احساسي يعني ان احنا بعد 2-0 بعد 2-0 بالظبط بعد 2-0 الدنيا هيدي. دكتور رشا المركز الثاني واحنا بنتفائل بيه ان شاء الله البطوله الافريقيه الثالثه على التوالي من نصيب الاهلي، محمود السويفي مركز ثاني ويكون بوابه العبور للنهائي، ونفسي نقابل في النهائي طيب. ياسر بيقول المركز الثاني وش يساعد علينا، واحنا تعودنا ان المجموعات حاجه والادوار الاقصائيه حاجه ثانيه، وده الكلام اللي كنتوا بتقولوه ان شاء الله بالجهد والعرق البطوله بتاعتنا. ايمي 74 تقول ان شاء الله الاهلي اول وسان داونز ثاني بالتوفيق ان شاء الله لبطل افريقيا. المركز الثاني قال لك روحي روحي زي هنيدي ده محمد سامي. المركز الثاني ب 11 نقطه وهنقابل بترو اتلتيكو ماشي. جوري بتقول سان داونز الاهلي الهلال المريخ ان شاء الله يكون النادي الاهلي بطل النجمه ال 11. خالد الاهلي المريخ سان داونز الهلال. فهد المركز الثاني وحصول الفريق على 11 نقطه. ابعتوا لنا هنقرا ثاني، ولكن خليني اخد التشكيل للنادي الاهلي في من وجهه نظرك طبعا. هذه ليست معلومه ولكن هي وجهات نظر. اتفضل. افضل يعني. طبعا العوده للاربعه 3-2-1 في المباراه دي، اكيد انت بتلعب فريق المنافس. يا ابو حميد ماشي. لا انا شايف ان لا انا بدات بيك النهارده. العوده للثلاثة ارتكاز، انت بتلعب طبعا المنافس المباشر دلوقتي حاليا في الدوري بيراميدز، عايز ان انت توقفه يعني، وان انت تواصل الانطلاقه الممتازه في الدوري. اكيد محمد الشناوي في حراسه المرمى، ياسر ابراهيم لو جاهز هيبقى ياسر وعبد المنعم او ايمن اشرف، يعني اي حد من الاثنين دول، بس طبعا عبد المنعم وجنبه ياسر او ايمن اشرف. محمد هاني ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، حمدي فتحي، السوليه، ديانج، بيرسي تاو، احمد عبد القادر، محمد شريف. انا هفضل بعد مع عوده ايمن اشرف ان شاء الله بالسلامه ان احنا نلعب ب 3-4-3 ونحط ورا ايمن اشرف على الشمال، في النص محمد عبد المنعم، وعلى اليمين ياسر ابراهيم، ويبقى محمد هاني فول باك طاير على طول طول الوقت، ما عندوش اي ازمه في العوده للدفاع، وعلي معلول فول باك طاير طول الوقت ما فيش ازمه عنده ان وراء ايمن اشرف مغطي. بتلعب 3-3-3 ستوبرز يعني. وهحط في النص ان شاء الله باذن الله يبقى عمرو السوليه واليو ديانج، والثلاثي الامامي بيرسي تاو وقفشة، وقدامهم محمد شريف. وجهة نظري هي طريقة أشبه باللي احنا لعبنا بيها قدام نادي الزمالك، وساعتها النادي الأهلي تمكن من الفوز بخماسية خلال 69 دقيقة. فأنا أعتقد الطريقة دي بتفيد النادي الأهلي قدام الفرق الكبيرة، لأن هي بتحرر علي معلول والفول باك. طبعا كان ساعتها أكرم توفيق، لكن معنا محمد هاني برضو بيقدم مستويات جيدة، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله المباراة دي كانت استسلام مهمة لينا قوي 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 في مشوار الدوري ان شاء الله. طبعا هي مباراة مهمة زيها زي كل المباريات، في مباريات مهمة جدا، ولكن في النهاية هي مباراة الدوري لسه فيه رايح جاي يعني، لسه طويل جدا. الدوري هيخلص في شهر 8 وعليه خير. يعني كنت دايما وانا بتكلم في بداية الكلام كنت بقول يا جماعة طيب يعني بدل ما الدوري يخلص مثلا 1-8 خلوه يخلص 5-8 ونأجل الماتش ده لكل الفرق بتاعة افريقيا، اهلي وزمالك وبيراميدز والمصري، على اساس ان تقدر تروح تلعب على الاقل. انا هتكلم عن النادي الاهلي اللي عنده مباراة مهمة جدا وصعبة جدا في نفس الوقت اللي هي سان داونز، وسفر طويل وسفر طويل. يعني لو السفر قليل او قريب كنت هقول ماشي، لكن سفر طويل جدا. عموما في النهايه هنشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر. انا بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا النهارده. شكرا جزيلا لك والتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معانا. شكرا جزيلا ان شاء الله. ثلاث نقاط يوم الثلاث باذن الله يا رب ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم بكره. ما تنسوش دايما حلقه يوم الاثنين بتبقى الساعه 11 مساء. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي مع حضراتكم غدا وحلقه جديده من البيت الكبير.